شكل المباني وهندسة بنائها بطراز يحافظ على هوية وطن وتاريخ شعب بروح عصرية، حديث للهوية المعمارية لقادم سنوات برؤية تنموية لكويت جديدة. لاحظ حاليا في دولة الكويت أن بعض المباني تفتقر إلى ارتباطها بالهوية الوطنية، وهذه الأمانة مشكلة يعاني منها أغلب اللي يقومون على تخطيط مثل هذه المباني، سواء تخطيط عام للمدن أو تخطيط خاص لبعض المناطق أو بعض المعالم اللي يفترض أنها تكون تساهم على خلق هوية معمارية تستمد كيانها من تراثنا الكويتي. ملف نقاش على طاولة لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي لوضع حلول لتوحيد الشكل الهندسي لهكذا مباني. وجود تطور عمراني ولابد من وضع كنترول لهذا التطور العمراني للمحافظة على الهوية المعمارية، كذلك ظهور المباني العشوائية الخارجة عن الهوية، لذلك لابد من مراعاة الهوية لهذا البلد، ومنها يعني النظر إلى الجانب الاجتماعي وكذلك الاقتصادي والبيئي. بعضها يفتقر للعنصر الوطني المستمد من الثقافة الوطنية، وعلى الضفة الأخرى مباني هجرت تتوسط أبراج وعمارات. للأمانة المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود للحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية في المباني المزمع إقامتها في المستقبل القريب. دعوة لجسر تواصل بين جهات حكومية وأهلية ومكاتب هندسية من خلال لجنة تحدد شكل الهوية المعمارية في المشاريع التنموية. لابد من وضع يعني هذه الهوية أن يكون فيها استدامة وكذلك الإبداع والمرونة. في النهاية تم التوصية على تحديد لجنة ومتكونة من طلبة والمهندسين المعماريين والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. اتفاق بين جهات حكومية وذوي اختصاص باعتماد معايير هندسية لتحديد الهوية المعمارية والأخذ بتجارب الآخرين مع الحفاظ على الطابع الوطني. وسط هذه العمارات والمباني الشاهقة توجد مباني مهجورة وأخرى آيلة للسقوط شوهت المنظر الحضاري لمدينة الكويت، ودعوة لإزالتها أو ترميمها وذلك لإعادة الهوية المعمارية لدولة الكويت. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.